اللحظه اللي اتيحت في ان احنا نشتغل على الرقمي زي الاستاذ عبد المحسن كنا مع بعض تزامنا في مجلس الاداره وانا رئيس مجلس اداره كان من اكثر المقربين يعني. انما انا بقول انه في اللحظه دي لما ابتدينا ندرك ذلك احنا عملنا اتعمل في الاهرام اكبر مشروع في تاريخ مصر وفي تاريخ كل المؤسسات الصحفيه حول امكانيه العبور بالمعنى اللي كان موجود ساعتها، يعني بمعنى انك بتعمل حاجه بيسموها غرفه الاخبار المتكامله، بنتكلم على براندنج ميديا كومباني. وكان في اختبار كبير جرى، مؤتمر كبير جدا في هامبورغ، وكنا من الناس اللي دعونا، كان في اساهي من اليابان، لوموند من فرنسا، نيويورك تايمز وواشنطن بوست من امريكا، مؤتمر كبير، وبعض الناس اللي حضروا معانا احياء وموجودين في مصر النهارده. وكان مشروع الاهرام من اقوى المشروعات المقدمه في ذلك الوقت، مش بفضلي، بفضل تيم انا لقيته في اماك وفي يعني مؤسسات جوه مؤسسه الاهرام. ودي نقطه مهمه جدا، مصادر القوة الصحفية اللي موجودة عندنا في المؤسسات أيا كانت، إنما في مقدمتها طبعا الأهرام والجمهورية والأخبار، لأن دول اللي عبروا الفكرة ما بين الكونتنت والصناعة. وأنا حاجة هنا لأنه حاجة ما اتقالتش، الصناعة الآن بتواجه الورقية إن سعر طن الورق أكتر من $900، مش كده استاذ محسن؟ زاد صححني، زاد يعني مؤخرا كان من 500 بقى 800 دلوقتي. يعني لا يعني انا ك يعني كجريده غير الاهرام، الاهرام لها لانها بتشتري بالك وبتشتري كل الصحافه المصريه، فانت بتتكلم عن حوالي $900 اللي هو يعني شوف. فاحنا ابتدينا دلوقتي نشتغل على الاقتصاديات بتاعت الموضوع، يعني اليونت خبر واخد بالك، وانا عايز اوصله ل 100 مليون مصري و 350 عربي. والنهارده الفرق ما بين المصري والعربي والعالم قد كده. يعني انا بيجي لي نيوزليتر والله ما طلبته من رئيس وزراء الهند، يعني في حد حطني على الميلينج ليست، وكل ستيتمنت بريس ريليز بيطلع من وبعض حاجات بتجي لي باللغات بتاعتها، هندي على تايلاندي على حاجات زي كده، لان انا ممكن احطها على ابلكيشن تطلع لي بالمصري بالعربي، يعني ما بعدش الموضوع. فانا عايز اقول ان اقتصاديا دلوقتي الصحافه الورقيه ابتدى في قدامها اشكاليه كبيره لا علاقه اولا بالورق اللي هو الموضوع صناعة. تغير ثقافة العالم من ان الورق بقى هو الاساس في كثير جدا كل الحاجات، ماكدونالدز مش عارف ايه الحاجات، ده له علاقة بالطباعة، رفعت السعر وبقت موضوع البلاستيك وعدم القدرة على التخلص منه. الثقافة العالمية عمالة تتغير، فدي نقطة مهمة جدا لها علاقة التوجه نحو الورق مش الغاء الورق، استخدام الورق. استخدام الورق، عشان كده بقول ان الطباعه بتزدهر بينما المطبوع بقى كتب جرايد او كده، دي ستاتستكس. وانا شخصيا ومستعد يعني ان احنا ليه ما نبقاش بنتكلم دايما عن الشفافيه. نحن لا نعرف توزيع الصحف المصريه ازاي، نعرف الاجمالي بتاعها، وهو انا رحت للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، ارقام الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء 510 سنه كام يا فندم؟ 2019 اخر حاجه 2019. هو مصادر السوق بتقول من 300 ل 350 الف مصادر السوق، لكن يا دكتور لا تنسى كورونا. لا تنسى كورونا عملت صح. ايه صح. طبعا حاجه ثانيه ما بنساهاش هكلمك، فهي اللي عايز اقوله انه الصحافه ساعتها وفي هامبورغ كنا كلنا مشاركين في الهم. الفرق اللي مش عايزين نتكلم عليه هو ايه اللي اتحط في الواشنطن بوست وفي نيويورك تايم، مش اقل من $200 مليون لتطوير ده كلام مهم. السيستم ده كلام مهم. يعني بتتكلم هنا عن عمليه يعني نعم اقتصاديه واستثماريه ضخمه، عمليه اقتصاديه واستثماريه بس نجحت. نجحت نجحت نتيجه عناصر كتيره. ماشي ده كويس، لكن الاخطاء اللي انت قلته 200 مليون دي يعني لسفت كل المحاولات وادخال ناس كبار. يعني بيزوس لما راح الواشنطن اشترى الواشنطن بوست اللي هو بتاع امازون، ده انا راجل في العالم واغنى مؤسسه في العالم او تاني او تالت حاجه كده، الاولانيه ابل ده رقم اثنين. فهو انا عايز اقول انه التجربه بتاعتنا في الاهرام اول ما بداناها لما عملنا الشباب اول كان حاجه حولناها الالكتروني، زاد توزيع الشباب الورقي زاد
لانه على طول انا بديله الاغاني اللي جات اللي مش عارف ايه الحاجات اللي زي كده. الشباب اقبل على الـ على الـ على الورق. لكن 10 سنين يعني اعمل زي ما بيقولوا باست فورورد، يعني انك انت 10 سنين بعد كده السوق اللي موجود للصحافه الورقيه في مصر هم الشعب المصري اللي فوق ال 65 سنه والقاهري. يعني جميع الصحف البلك بتاعها بقى بيختلف طبعا في من صحيفه لاخرى، انما القاهره هي اللي فيها احنا بنتكلم على لما بنقول فوق ال 65 سنه بيتكلم على حوالي 7 مليون مصري. فدول السوق الحقيقي الذي ده رقم برضه سوق، وده رقم مش قليل، ده اكتر من دول يعني. انما الـ احنا بنتكلم هنا عشان بنحط الـ البذره في للمستقبل. المستقبل سواء بنتكلم على جانب العرض ولا جانب الطلب. الطلب هو الحقيقه اللي بيقولها لنا الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. نص مليون. ويعني انت بتتكلم دلوقتي على تاني حاجه ان هو الرقمي بيديني بالظبط على كل واحد، كل مقاله، كل خبر، كل كذا مدى الاهتمام العام بيه.